نرجع معكم في من تونس اللامركزية بعد المصادقة على مجال الجماعات المحلية كان يوم أمس بمجلس النواب الشعب اللامركزية. إذن بعد القانون بين مخاوف تفكيك الدولة وضرورة تركيز اللامركزية. تقرير صادق البارح مجلس نواب الشعب على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية برمته بموافقة 147 صوت مقابل 10 محتفظين ودون تسجيل أي رفض. 22 مارس 2018 كان موعد الانطلاق في مناقشة مشروع القانون هذا اللي بقى في لجنة تنظيم شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح ما يقارب العام بين النقاشات الخلافات والتوافقات. المجلة للبعض من فصولها يختلف حول عدد من الأحزاب واللي كانت تخصلها اجتماع نهار 3-24 أبريل مواصلة النظر في 10 فصول الخلافية من بين 26 فصل اللي تم إسقاطها في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. ويعتبر الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية من أكثر الفصول اللي صار عليها خلاف بين مختلف الأحزاب والمتعلق بمسألة تفرغ رئيس البلدية من عدمه. نواب حركة النهضة تمسكوا بعدم تفرغ رئيس البلدية وطالبوا في حال إقرار التفرغ أن يتم وضع ضمانات لعدم تحول منصب رئيس البلدية لباب إهدار للمال العام والفساد والكسب الغير مشروع على حساب مصالح المواطنين، وقالوا أنه تفرغ رئيس البلدية باش يدفع الكفاءات المترشحة للانتخابات البلدية للاستقالة. في المقابل دافع كل من نواب نداء تونس، حركة مشروع تونس والجبهة الشعبية والكتلة الوطنية والتيار الديمقراطي على مبدأ التفرغ التام لكافة رؤساء البلديات بالنظر للصلاحيات والمهام الكبيرة موكولة لهم. الجدل القائم حول مجلة الجماعات المحلية ما تعلقش فقط بالبعض من فصولها بل باللا مركزية اللي رأى البعض أنها قادرة للتنمية واللي يعتبرها البعض الآخر أنها مشروع خطير جداً. وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر قال أنه مسار اللا مركزية باش يتم تركيزه بشكل تدريجي في إطار المحافظة على وحدة الدولة، واللي حسب تعبيره مش باش تتفكك بسبب منح جزء من صلاحيات المركز إلى الجهات والجماعات المحلية. وأكد أنه اللا مركزية في تونس باش تكون أداة وقاطرة للتنمية والتنمية المستدامة، وقال أنه المخاوف من تفكك الدولة أو عدم الجاهزية للمرور للمرحلة هذه في تونس لا مبرر لها نظرا لوجود ضمانات كافية. وثم حتى تحسن ممكن لأداء الجماعات المحلية بدون تطوير استراتيجيات عملها، وهذا اللي مش نخدم عليه مش نطوروا استراتيجيات عملها في جميع الميادين، وتكون دور الدولة هو دفع السياسات العامة ودفع السياسات وإعطاء التحفيزات للجماعات المحلية حتى تطور أدائها. ومن المساندين للحكم المحلي في تونس للمعارضين ليه، حيث اعتبر حزب التكتل من أجل العمل والحريات أن قانون مجلة الجماعات المحلية يتضمن عدد من الإخلالات وما تضمنش مقاومة إرساء اللامركزية وتركيز سلطة محلية حقيقية. في نفس الاتجاه وصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قانون الجماعات المحلية بالخطير جدا، وقالت أنه يؤدي لتفكك الدولة وتمرد السلطة المحلية على السلطة المركزية. رابطة الناخبات التونسيات استنكرت في بيان لها عدم احترام مبدأ المساواة بين الجنسين في مشروع قانون الجماعات المحلية واعتبرته خرق فاضح للدستور. اليوم وبعد المصادقة على قانون مجلة الجماعات المحلية اللي اعتبره رئيس الحكومة يوسف الشاهد خطوة إضافية قد حطها تونس في إطار تكريس الديمقراطية المحلية وتفويض صلاحيات مهمة للجهات الإدارة الشأن المحلي، فهل إنه لا مركزية باش تكون فعلا قادرة التنمية في الجهات أم أنها باش تساهم في تفكيك الدولة؟ هذه الطرح هذا الطرح من تفكيك الدولة أنه تولي المجالس البلدية عبارة عن دويلات باعتبار أنه مش تاخذ نوع من التصرف المستقل، هل هذا تقوله المجلس غازي شويشي؟ لا، الطرح هذا في اعتقادي طرح متخلف، هذا ما يمكنش اليوم. معناها نحب نأسس للديمقراطية ونحبوا معناها نصطفوا مع الدول المتقدمة، ومازلنا نحكيه وعلى أساس السلطة المحلية والحكم المحلي هو رغم من شأنه باش يفتت الدولة كما كنا نسمع اليوم. ويقول لك دولة ضعيفة اليوم، معناها خارجة من وضعية ثورة واحتجاجات وكذا، ضعفت الدولة وهذا واضح. هذا باش يكمل يضعف الدولة المركزية، هذا المنطق. ما عنده حتى علاقة بضعف الدولة، ضعف الدولة نحكيه على مشكلة في التسيير اليوم، في الناس اللي منتخبين من المفروض أنه يسيروا دولة عندهم ضعف في البرامج، عندهم ضعف في الرؤى، عندهم ضعف في الانسجام، عندهم ضعف في الإرادة. معناه وبالتالي مش الدولة اللي ضعيفة، هم الناس اليوم اللي منتصبين ومكلفين بإدارة الشأن العام هم اللي الضعاف اليوم. ولكن اليوم نحب نقول لهم رغم عن الدستور وجاء في الباب السابع نتاعو السلطة المحلية، والسلطة المحلية هذه هي اللي باش تجيب التنمية للجهات اللي عاني منها. اليوم عندنا 60 سنة كنا عايشين نظام رئاسي معتمد على المركزية المفرطة،
اليوم حان الوقت، أنا اعتقادي اليوم اللي وقع البارح راي خطوة هامة جدا في مسار الانتقال الديمقراطي، أنه اليوم حطينا اللبنة الأولى باش نبداو متفقين. تقول لي بحياتي باش تبدل أنا أنه تركيز السلطة المحلية. تقول لي أنه أنا توا جيتني للمركزية حياتي باش تتبدل، باش يولي عندي سلطة مركزية وباش تعمل لي مشاريع كذا. هذا هو هذا هو الهدف. أمانة قلت لك مازلنا في الخطوة الأولى، هذا مسار نحكيه على مسار ربما يستغرق 20-30 سنة، أما كي ينطلق اليوم رأي 30 سنة في تاريخ الشعوب لا تمثل شيء باش نوصله الفائدة. أعطينا ننطلق، أنا نعتقد اليوم هنيئا للشعب التونسي أنه حطينا اللبنة الأولى وعملنا الخطوة الأولى اليوم في تركيز السلطة المحلية، لأن السلطة المحلية كما قلنا مسار كامل اليوم انطلق بوضع الإطار القانوني اللي جاء إطار توافقي اليوم بأغلبية معززة. اليوم ما عندناش شكون عارض هذا القانون، ما زالت بعض الأصوات رناها التي تحني لنظام الاستبداد ما زالت ترى في هذا القانون بأنه ربما سيفتت الدولة، لأنه هما ما يؤمنوا كان بالدولة المركزية. اليوم في التجارب المقارنة جميع الدول المتقدمة اليوم عندهم السلطة المحلية، ما فماش دولة اليوم متقدمة ما زالت تعتمد المركزية، فما دول متأخرة جدا. فرنسا من عام 82 انطلقت معناه في تركيز السلطة المحلية والحكم المحلي. وليد جلاد يختلف معك. أي نختلف مع صديقي غازي، مش ناقش القانون، القانون معناتها خل نحطوا الأمور في إطار. القانون خل نحطوا الأمور، نحب نحط الأمور في إطار. أنا شو أقول؟ قول بالنسبة للمبدأ اللامركزية كونه الواقع اليوم الحكم المركزي ما يلزموش يتواصل بالطريقة هذه، هذا متفق فيه مع غازي، لكن طريقة اللامركزية الشواء اللي خذيناه بين اللامركزية واللامحورية في الظروف وفي الظروف نتاع البلديات اللي موجودة تو، في الظروف العقلية اللي موجودة توجدت بعد الثورة، أنا كنت نحبث ورأيي كان كونوا ناخذوا منهج اللامحورية. اليوم عديد البلدان تاخذوا اللامركزية كمنهج وتراجعوا، لكن شو نقول؟ نقول فما الباب السابع من الدستور، الدولة لأنه الباب السابع من الدستور يتحكم فينا، لكن كي نقول لك القانون كيف جاء يذكرني النسخة الأولى متاع القانون بالنسخة 1 جوان من الدستور، تحسن برشا القانون. كي تقارن النسخة الأولى كيف جات نقول لك ماشيين وقتها لتفكيك الدولة، بالنسخة الأولى كي تقرأها تقول هذه وين ماشيين، لكن أمام التعديلات اللي صارت فيه أكثر من 500 تعديل قانون اليوم مقبول، لكن شو نقول؟ نقول اليوم نحبوا ولينا نحبوا مارسوا دونك ما يختلفش برشا على قانون 500. انا 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 ضد التوجه، لا 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 انا ضد، انا ضد التوجه نتاع اللامركزية. انا كنت نخير نمشيو في اللامحورية. اليوم فما بلديات ما تنجمش تطبق اللامركزية، ما تنجمش تطبقها، والقانون مازال فيه اكثر من 40 امر حكومي، اكثر من 40 امر حكومي. شو نقول لك اليوم؟ خلينا نمارسوا الفشل، احنا ولينا شعب نحبوا ممارسة الفشل. قلنا في الدستور صفقنا عليه 212 نائب وصوتوا عليه 212 نائب 200 اكثر من 200 نائب. اليوم فما اصوات نسمعوا فيها الناس كل اللي فما مشكله في الدستور، ما فما مشكله نظام الحكم، فما اصوات فما راي ما اتفقش مع غازي ولا ما اتفقش مع هنا، فما راي. قلنا القانون الانتخابي صفقنا له الناس كل، بعد 5 سنوات نشوفوا فما ناس قالوا راهو القانون الانتخابي هذا ماهوش باهي للدولة وبتسيير منظومة حكم. هنا اكتشفناه، خلينا نمشيو في الخيار اللامركزية إن شاء الله بعد 5-6 سنين في شو مخاوفك؟ شو مخاوفك؟ أنا أقول لك مخاوفي اليوم عنا بلديات بالقانون الانتخابي اللي موجود كذلك باش نلقاو مشكل كبير في تطبيق القانون. انت عندي اختاني من القانون، انت خايف من تفكك الدوله؟ لا 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 ما قلتلكش انا خايف، انا قلت لك مع انا ضد مركزيه الدوله ومحوريه الدوله. قانون 75 قانون اصبح ما عادش يتماشى مع التطورات اللي موجوده بغض النظر عن الدستور، ما عادش يتماشى مع الدستور بغض النظر، قلت لك غازي بغض النظر عن الدستور، لكن الدستور اليوم يا اخي الدستور وقت اللي تعمل كانت ناقصه تجربه في الحكم، وخذت التجربه بعد ما مارست الحكم خذت التجربة تكون كيما نجم تكون غلطت في الحكم وقالت راني غلطت في الحكم، غلطت في التوخ في أخذ منهجية اللامركزية أمام اللامحورية. ممكن
كان قعودنا قعدنا الناس كل رانا وعاودنا وشفناه رانا مشينا في اللامحورية. اليوم الدولة سي أبو بكر في أغلب بلديات ماهيش حاضرة للا مركزية. اليوم فما بلديات تعاني من أبسط الأشياء. أنا استقلالية مالية شنو وشنو اللي تبدلوا في القانون؟ كان فما مراقبة قبلية سابقة ولات مراقبة بعدية عن طريق القضاء أكيد. أنا قلت لك أنا القانون هذا أبو بكر شر لابد منه في نظري أنا. طيب كان اليوم كان جيت اليوم نختار بين أنا نختار بين اللامركزية واللامحورية نمشي في التوجه نتاع ديكونسنتراسيون ديريكت مباشرة اللامحورية. وفما دول خاضت تجربة اللامركزية طيب. وتراجعت طيب. واليوم تاخو في إعادة التجربة ومشيت اللامحورية. احنا كنا نربحوا برشا وقت برشا وقت تو ثلاثة أو أربع سنين أخرين نوليو نناقشوا في فما مشكلة في تطبيق القانون مع النظام الانتخابي كيف شفناه اليوم الكل حتى في نظام الحكم. مش نبدأ من النقطة الأولانية أنا نقطة الدستور خاطر هذايا مبادئ اللي جات في مجلة الجماعات المحلية يظهر لي اليوم ما نجموش نناقشوا فيها. كان نحكيوا على مبادئ الدستورية، مبدأ التدبير الحر، مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية، مبدأ الرقابة اللاحقة، ومبدأ الديمقراطية التشاركية. النقاش هذا كان مش نناقشوا المبادئ هذوما، كان ناقشناهم في الدستور قبل ما نصادقوا على الدستور. معناتها المشروع النقاشات اللي مشيت فيها المجلة كيفاش باش نطبقوا المبادئ هذوما. الآليات اللي باش نضعوها باش نطبقوا المبادئ الدستورية هذه. باهي. أنا نرجع لنقطة تقييم الدستور. أنا في نظري أنا ما نجم نقيم الدستور كان ما يكتمل المشهد نتاع الدستور. اليوم ما نجمش نقيم دستور 2014 وأنا ما عنديش محكمة دستورية وأنا ما عنديش هيئات دستورية موجودة وما زلت ما بديتش في تجربة الحكم المحلي. صحيح الدستور ماهوش قرآن لكن خلينا نكملوا المشهد نكملوا الصورة ومن بعد نقيموه بطريقة موضوعية. أنا قلت لك عن الحق في ممارسة الفشل. نجي خلينا نرسوا الفشل. نجي لنقطة اللامحورية ولا مركزية. اللامحورية جربناها من 2011 قاعدين نجربوا فيها. ثم نيابات خصوصية قاعدة تتعين. اليوم ثم معتمدين هم معتمدين وهم رؤساء متاع نيابات خصوصية. هانا شفنا المحصلة الحزبية لوين وصلت وهانا شفنا اليوم لا جيستيون دو تيريتوار لوكال شنو صاير فيها. اليوم الوضع البيئي مش انا مش نحله مش انا مش نقول ومش انا مش نشخصه. كيف كيف معناش محصلة حزبية؟ كيف كيف؟ لا غدوة المواطن ينتخب غدوة المواطن لا المواطن مش ينتخب هذيك إرادة المواطن. المواطن يتحمل مسؤوليته غاديك. لكن شنو الفرق ما بين تو تقول لي أنت الهدف أنه نوصل الخدمة للمواطن أنه نوصل التنمية للمواطن مش نوفرها بهياكل اللا محورية أتخافيق معتمدين وعمد وولاد وإلا مجالس بلدية منتخبة. أنا ديمقراطيا نفضل أن المواطن يتحمل مسؤوليته على مستوى محلي ينتخب من يمثله وفما آلية ديمقراطية تشاركية ونحكي عليهم من بعد الناس الكل تتحمل مسؤوليتها. بالنسبة للقانون أنا رأى اللي قانون في مجمله قانون مرضي ومرضي جدا. أنا جاي القانون مش حكيوا عليه وحده على تخوفات سي حسين الجزيري من تفكك الدولة. أولا نحب نهني التوانسة وتونس العالم كامل يهني فينا بهذا القانون. هو أكبر قانون عملناه في حوالي أكثر من 402 فصل. هو أطول وأقوى قانون. هو سميناه بالدستور الصغير وهو دستور نجم تقول التسيير والتدبير الداخلي. كل العالم صديق العزيز وليد الذي قرأ الدستور كل المختصين كل الخبراء في كل الدول اعتبروا هذا الدستور مكتوب كتابة جيدة وتوفقت تونس في نص الدستور في التطبيق. بعدين هو التاريخ ساعات كل واحد يزيفه كما يحب حتى في الكتابة احنا نشوفه قدام عينينا يزيفون احيانا في الوقائع قدام عينيك يكذب ويصدق روحه ويصدقه الناس كيف أشعب احيانا يجري وراء الوليمة. فاللي موجود اليوم انا اعتبر تونس اللي عملته هي مرة اخرى تتجاوز منطق الدولة التسلطية الدولة المركزية. مصحيح باش يبدأ الآن الحكم الجهوي كان الحكم جهويا مصحيح كانت الدولة هي اللي تحكم ما كانتش الدولة هي اللي تحكم كان 4 جهات 50 كيلومتر مربع نفس العائلات نفس الأشخاص نفس الجهات كان الحكم مركز في بلاصة كانت الثروة مركزة في بلاصة كانت المدينة مركزة في بلاصة كانت معناها الطرقات مركزة في بلاصة كلها في بلاصة واحدة في حين الجنوب كامل الدولة كانت غايبة فيه. الدولة ما كانتش مركزية. الدولة بمفهومها الحقيقي هي التي تكون سلطتها معناها مبسوطة في كل مكان. أما الدولة غايبة كانت في الجنوب الدولة غايبة في المناطق معناها
انا من الجنوب ونعرف كلام كلام ما يسالش ما يسالش لا 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 مو كلام جهوي هذا راهو كلام هذا لا انا قلت الدوله جهويه انا ننقد في الناس جهويه اللي لا مش جهوي ننقد في الناس اللي تعتبر الدوله قبل ما ثم جهويه قبل كانت ثم جهويه يا سي حسين يا اخي شنو اللي صاير في موجود في الشمال ومش موجود في الجنوب شنو اللي مش موجود الشمال الغربي ممكن اتعس من الجنوب كيت كيت ايوه الشمال الغربي اتعس من الجنوب اي يعني شنو اللي صار البلاد كلها اتعس الساحل فيها في مشاكل كبيره هل هالتقسيم شمال جنوب اللي عملته ما فهمتوش انا هي لا استنى وعلاش انا مداخل دخلت لا لا ما يسالش ما يسالش مش نقولوا الاشياء لان قيل بان مجله الجماعات قانون مجله جماعات محليه هو فيه بعد جهوي يفكك الدوله انا اللي قلته الدوله قبل ما كانتش حاضرة في المناطق الداخلية وقع الثورة لأن ثم تهميش جهوي لأن ما كانت ثم عدالة معناها جهوية وعملنا ما تسمى بالتنمية معناها الـ بطبيعة الجغرافيا يا سي حسين لا شو جغرافيا بطبيعة الجغرافيا علاش طبيعة الجغرافيا العالم الحضارات الكل تتجه إلى البحر الدولة بطبيعتها العربية معناها الدولة التسلطية متمركزة في بلاصة ومركزية الدولة في مفهومها الاستبدادي للدولة العربية بمعنى حتى القبيلة بمعنى حتى الفرد الواحد بمعنى حتى العائلة ما هيش هي الدولة اللي تخلي الشعب كامل عنده سيادته على كل ترابه فالآن ستصبح الدولة بالفعل دولة معناها تمارس سلطتها المركزية لأنها موجودة بمساواة وعدل جهوي وعدل اجتماعي وأنا أعتبر هذا القانون كذلك القانون تعادت صياغته أكثر من 19 مرة كتبوه أفضل نحيي الناس اللي كتبوا معناها الأساتذة المختصين والخبراء والإدارة واللي أنتم شفتوهم البارح بكل كتبوا نص محبوك حتى النصوص الأخرى فيها عموماً 600-700 فصل قاموا بنوع من التلخيص الذكي جداً لحوالي 400 فصل أنا رجعله فأعتبر هذه المجلة إجمالاً كتبت على السياق التونسي مراعاة للدستور التونسي استكمالا للمسار الإصلاحي الديمقراطي الجديد أما الفصل شمال جنوب أو ما قلت شمال جنوب بركة قلت الدولة خلي نعاود الجملة عاود خلي نفهمها أيوة نعاود الجملة قيل بأن في عقلك قيل بأن نعم قلت لك فهمناك راهو لا ما فهمتنيش فهمناك هذا قال سخينة أما راهي لا حبيت تقول ما فهمتنيش فهمناك ما تقصدش التفرقة الجهوية معناها الفكرة وصلت كما حبيت على أساس أنه مركزة الدولة الحقيقية في أنه كل بلدية تولي هي السيدة قرارها ويوصلها جزء من المنتوج العام تاع الدولة فهمناك فكرة نحب نقولها أنا بالفعل قاعد تصلح له سويسرا قبل الثورة قبل الثورة هذا كان نيته حسنة ما يسيرش قبل الثورة قبل الثورة كان ثورة لجات جات لغياب العدالة لبعض الجهات المهمشة الثورة ما عملوهاش الأغنياء عملوها مش الجهات الفئات المهمشة سامحني حسين لأنه الثورة صارت في صفاقس وصارت في تونس وصارت في البلايس كل ثورة جات على لأنه فما فئات مهمشة مش جهات فما الفئات أكثر منها جهات لأنه الثورة ثورة قاموا بها الناس كل شمالا وجنوبا خليني نعبر انا اللي عندي قلت جهات مهمشه انت يعني خليني ديما بمنطق جهوي انا خليني نعبر فئات مهمشه صلحت لك انت ليش صلحت صلحت لك صلح روحك انت لا ما يسالش حتى انا عندي نيه حسنه راه نعم مش كان ويسال لا نيتك نقعد شوف باش ما احنا توا نخاطبوا في الشعب والشعب يفهمنا شوف لازم يفهمك بالصحيح انا عندي انا اللي متخوفين اللي شفتهم ما يلزموش يفهمك بالغلط كيما فهموا خاينة اللي شفتهم متخوفين من معناها مجلة من الحكم الجديد لتونس بعد الثورة اللي متخوفين من المسار الديمقراطي هذا اللي جزء منه الحكم المحلي العالم كله الديمقراطي الحداثي المتقدم لم يعد يحكم مدير عام في العاصمة يحكم جهة معناها دروين كل العالم يحكم الآن والعدالة الاجتماعية والعدالة الجهوية لا تكون إلا بالحكم المحلي هذه الحوكمة الجديدة هذا طيب. اللي باش يقاوم الفساد طيب. بالفعل اللي حبيت نقوله قبل الثورة كانت مجموعة وفئة معينة في جهة معينة هي اللي متسلطة
على الحكم سياسة ومالا. فما الآن الحكم جزء من المجلة هذه باش تعاود توزع المال. شكون سمي شكون الجهة؟ لا ما ليش نسمي في الجهة، في أي بلاصة الحكم كان مركز دولة كانت شديدة المركزية، كان الرئيس الأوحد، كان معناها الدولة مركزة تحت معناها سلطة المجموعة اللي تحكم. بوك تقول جهة الناس تفهم جهة. نعم كي تقول جهة الناس تفهم جهة، انت تحب تفهم التوانس. انا اللي يهمني، انا متفرج تقول اللي يهمني ان الجهات اللي كانت مهمشة بفضل هذه المجلة ماهيش باش بإذن الله ما نحبش نسيفهم وليتكم قاعم زي في برامجنا نحن يا سي حسين. ما نحبش اولا الناس تفهم نيتكم قاعمزه، واثنين ما نحبش استاذك تبعث لك ميساج خايب تاع الفلسفه. شويه الاستاذ نزيد نحييهم استاذتنا الكل والاستاذه بكل ماهيش قضيتهم قداش يخلصوا شهريه ولا غيرها، ويبعثوا ميساجات لانه معجبين تلامذهم وقراوا عندهم كانوا نجبا ما يبعثوش المصدقين. وعموما فهمت ولا لا؟ شوف واذا تبقى العلاقه عندها 30 سنه فهمتني ولا لا؟ هذيك حاجه اخرى. شوف انت قول جهه جهه معناها منطقه معينه كانت تحكم في البلاد مو هكا ولا؟ قولها على دينك. شبيني قول انا نحلل توا؟ انا قلت قبل الحكم كان مركز في جهه معينه. الحكم كان مركز في جهه معينه. وزراء ومعناها ولات وكذا من جهه معينه. جهات اخرى ماتت. جات الثوره من سيدي بوزيد. دونك من حكم الجهات هذه اللي هو سامحني الجهات هذه اللي حكمت هزت كل المنافع والمكاسب نتاع الدوله الى جهتها. الدوله ما كانتش تدار بمنظومه صحيحه، كانت تدار بمنظومه استبداديه. الان المنظومه الديمقراطيه ستوزع الحكم وستوزع المال وستوزع المصالح على كل الشعب وعلى كل الفئات وعلى كل الجهات. هذا معنى المجلة. المجلة هي التي ستعيد معناها إصلاح منظومة الحكم الجديد. هذاك علاش عملنا للبلديات معناها تقاسم حتى للمدخيل مع السلطة المركزية من غير ما تتمس السلطة المركزية. طيب. احنا السلطة المركزية وين قلنا؟ قلنا في المعاهدات الخارجية الدولة تبقى هي كيشابوتو والدولة تبقى موجودة باش ما تمسش حتى في الإجملاج. قلنا السلطة المركزية مشروع القانون ما جاش هكا. أنا جاي تحسن كل شيء يتحسن. أنا جاي ولكن راهو الحمد لله هذه المجلة نحب نقول حاجة، راهي الناس الكل صوتت عليها. نجم أنا في النهضة نتباهى شوية اللي كنا حاضرين وكنا مرابطين وكنا موجودين وكل شيء، لكن بالنتيجة الناس الكل صوتت على المجلة في الأخير شفتوهم. نعم. ثم حاجة تشبه الإجماع. طيب. حتى التحفظ اللي قال عليها التحفظ نتاعك انت شفت وانا تو بديت تتراجع عليه. لا لا لان قلت المجله تحسنت. لحظه فهمت خلينا نزيد نفهم باش ما خليه يزم ويفهم مره اخرى. لا عندك مشكل حتى انت سي حسين. خلينا نقول لك حاجه، انا قلت لك بالنسبه كمبدا دستوري وانا نؤمن بمؤسسات الدوله، فما دستور في البلاد وفي فصل 7 من الدستور الباب 7 من الدستور اللي خذا منهجيه اللامركزية. وانا ما نلومش المجلس النواب، بالعكس مجلس النواب يلزموا يمشي في اللامركزية ويلزموا يطبق المبدا الدستوري. انا نلوم المجلس الوطني التاسيسي اللي تاخذ منهجيه اللامركزيه تاخذ هي هو كتاخذ بطبيعته منظومه قديمه كلها تاخذ قديمه بما فيها القديمه ولا الاقدم. القديمه عفوات خلينا في لا شرعيه لا شرعيه المستقبل. حسين انسى القديم، لا شرعيه لا شرعيه المستقبل. نحكي المنظومه. المنظومه احنا قلنا رانا خلينا نكمل نفسر. احنا قلنا رانا انا قلت لك احنا قلنا رانا لا 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 فهم لا اي باهي نقاش انا قلت لك انا نتفق خلينا نفهموا فهموا التوانسه المجله اش فيها. اي خلينا نفهموا التوانسه المجله اش فيها. يا وليد يا سي وليد سقط النظام. قلنا سقط النظام ولم تسقط المنظومه. ما سقطتش الدوله. احنا قاعدين نصلحوا لا ننقص منظومه الفساد والاستبداد. نحن قاعدين نعمل في عمليه هي زادت منظومه الفساد والاستبداد. منظومه الفساد والاستبداد اللي تمثلها جهه سلفت زادت زادت اللي تمثلها جهه سي حسين. ابو بكر خلينا نقول لك حاجه. أي. أي. لا 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 انا قلت لك المجلس باش نكون واضح المجلس الوطني التاسيسي وانا نؤمن بمؤسسات الدوله ما دام فما باب 7 من الدستور. طيب. يلزموا يمشي شكرا في اللامركزية. لكن انا ما نقول شكرا التمشي في اللامركزية هو الخطأ في اعتقادي. كنت خير اللامحورية مع العلم كانوا نتفق انا وغازي وحتى حسين
كونه ما يلزمش تبقى مركزية الدولة ومحورية الدولة. شكرا شكرا. لكن التمشي بين المركزية وبين المحورية واضح. أنا واضح الفكرة. لكن القانون يا وليد فكرتك واضحة سيد النائب. فكرتك واضحة. فكرة سي حسين هي اللي مش واضحة. هي اللامحورية مش واضحة خلاص. كيفاش مش واضحة؟ معناتها اللامحورية نعملوا اللامحورية. اللامحورية ممكن موجودة. اللامحورية لا 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 مش دي فيها قانون. مش دي فيها قانون. لا 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 اسمع لي هاي شنو هي اللامحورية. الوزارة الوزير ما يبرمجش في وزارته كونه فما ميزانيات تمشي للجهات وعندهم اليوم عندنا مديرين جهويين صحيح لكن ما عندهم قوانين ما عندهمش قانون. شنو يرجع ديما ديما يرجع للسلطه المركزيه ديما يرجع للسلطه المركزيه هذيك هي لا 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 يا سي يا سي لحظه يا سي وليد لحظه سي وليد لحظه سي وليد خلينا نناقشوا في اللامحوريه وخلينا في اللامركزيه ساعه عندنا مجله الجماعات المحليه سي وسام حاب يتعلق على على كما قالوا الاخوين الكل حاب يقول معايا تفاعلوا خلينا نتعدوا المجله كما تقول امي مد يديك للبركه وكاو شوف ديما يديك ممدوده للبركه الاخير ما يوصيوك دونك شوف انا خلينا ننطلق من انتهى سي حسين سيد نايب انا نحب نهني نداء تونس وقال نهني في النهضة وبكري أنا نحب نهني نداء تونس. علاش نحب نهني؟ قلت هنيت الجميع صحيت باهي لا توانسق وبعد نحب نهني نداء تونس وبعد نحب نهني مجلس النواب. علاش؟ لأنه الالتزامات التي صدرت سواء من سيد رئيس مجلس النواب أو من سيد رئيس لجنة إصلاح الإدارة اللي هو الأستاذ ناصر جبيرة واللي نفذوا الالتزامات بتاعها كانت عندنا إرادة سياسية أنه يقع المصادقة قبل أن يصوت في الدرجة الأولى وفي اليوم الأول اللي هما السادة معناها الأمنيين والعسكريين اللي باش يصوتوا نهار 29 حبينا رسالة إيجابية. اثنين الرسالة الإيجابية الثانية نعتبر تعدت ومررت من خلال التصويت على مجلة الجماعات المحلية هو أنه استطعنا أنه نزيل كل تلك الهواجس والمخاوف اللي كانت موجودة عند سي وليد واللي عنده فيها الحق ما بين انه هالتذرر والتحويل البلدات الى كانتونات وما بين المحافظه على شنية الهدف الاسمى اللي هو ممارسه الديمقراطيه التشاركيه. والديمقراطيه التشاركيه مش كان تصويت برك نجيبه باش يصوت، لا، ان يكون على المستوى المحلي لكل المواطنين درجه وان تكون لهم القدره على اتخاذ القرار. وان تكون لهم وحدهم الناس اللي عايشين في البلاصه دي تكون هم عندهم وحدهم القدره على انهم يسيروا بكل حريه مع مراعاه حاجه اخرى وهذه نعبروا عليها احنا في نداء تونس هي تمكين من الاستقلاليه في داخل الوحده. الاستقلاليه التي لا تمس بالوحده ونعتبر انه نجحنا ونجح مجلس النواب الشعب في انه يصوت على مجله محليه تمكن من التوسيع لانه المسار انا اعتقد كما قال سي غازي انه باش يدوم 20 سنه باش نوصلوا الى حد شكرا. الديمقراطية التشاركية الحقيقية بيه. لكن بدينا ركزنا الخطوة الأولى لكن هذا وما تمسش من مركزية الدولة اللي بعد تو نجيو في تفاصيل أنا جاي تول التفاصيل تحب تدخل ملاحظة سي معز عطية صغيرة كنت سمح ما تولش هذا هو هذا هو اللي حكيناه معناتها اللي حاولنا نلقاو هو التوازن ما بين تمثيلية الحكومة خاطر ما نحبش نقول معناتها ما نحبش نحكيو على علاقة الجماعات المحلية بالدولة خاطر الجماعات المحليه هم جزء من الدوله معناتها نحكيو على هياكل اللامحوريه هياكل اللامحوريه الحكومه السلطه التنفيذيه لازم علاقه السلطه المحليه بالسلطه المركزيه بالضبط معناتها السلطه المركزيه مش تفقد تواجدها على كامل تراب الجمهوريه معناتها ممثله في الولايات ممثله في المعتمدين والعمد واللي هما يسهروا على الفصل 14 من الدستور اللي هو اول فصل حكى على المركزيه وربطها بوحده الدوله باه سي معز كان تعملوا مزي خلينا نحاول انا بالمعطيات اللي توفرت لنا ومتابعتنا الجلسه العامه وخاطر حتى النسخه هذه ما مزدت كي جات منذ قليل دوك ما عندناش تفاصيل برشا على محتوى المجله. ترتيبها مازال. ايوه ترتيبها ايضا هناك حتى تحسين في الصياغه. الصياغه وفي الفصول. باهي دونك حاولنا نعملوا نوع من القراءه لاهم ما جاء في المجله مجله الجماعات المحليه الجديده في هالتقرير.
مجلة الجماعات المحلية ردت الاعتبار الرئيس البلدية وعزت صلاحيات المجلس البلدي واللي من بينها أعداد الميزانية والمصادقة عليها، وأصبح رئيس البلدية المسؤول عن مصالح البلدية وممثلها القانوني والمنفذ تحت رقابة المجلس البلدي فيما يتعلق بعدد من القرارات المتمثلة في إدارة الأملاك البلدية، واللي أهمها ترميم الطرقات والإنارة ورئاسة الإدارة وانتداب الأعوان. ومن بين الصلاحيات الأخرى للمجلس البلدي التصرف في مداخل البلدية والإذن الأعوان الترتيب والمراقبة الاقتصادية بمعاينة المخالفات والتراتيب وإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وإسناد رخص البناء. وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر وضح الصلاحيات الذاتية والمشتركة والمنقولة للبلدية في إطار القانون الجديد المجلة الجماعات المحلية. البلدية حرة في جميع قراراتها ومشاريعها، ما عادش ترجع للوزير، ما عادش ترجع للسلطة المركزية، ما عادش عندنا مراقبة سابقة على قرارات البلدية، ما عادش عندنا مراقبة سابقة معناتها ان كنترول ابريوري على كل ما تعمل البلدية من مشاريع من قرارات، هذا كله حر فيه. قانون مجلة الجماعات المحلية مكن المجلس البلدي من التخلص من كل أشكال المراقبة المسبقة اللي كرسها قانون 1975 عن طريق مراقبة والي الجهة، واللي أصبح فقط يقوم بالطعن في القرارات لدى المحكمة الإدارية إذا تبين أن هناك خلل أو تجاوز. هذا بالإضافة لمبدأ التفرق اللي أصبح يتمتع به كل رئيس بلدي على عكس ما كان موجود في قانون 75 واللي كان يمكن فقط رؤساء 35 بلدية كبرى بالمبدأ هذا اللي يتجاوز عدد سكانها 100,000 ساكن. بين قانون البلديات لسنة 75 ومجلة الجماعات المحلية تحولات كبيرة في دور رئيس البلدية، وهو ما يخلي الجهات تنتظر تحسن في عديد المجالات على قدر المهام المتعدة الموكولة لرؤساء البلديات. وللتذكير فإنه قانون 75 ربط سلطة البلدية في اتخاذ القرارات بالرجوع للسلطة التنفيذية اللي كان لها حق الرقابة على كل القرارات اللي تم اتخاذها، وتنحصر مهام رئيس البلدية سابقا في مسؤوليته على مصالح البلدية ودعوة المجلس البلدي للانعقاد وضبط جدول أعمال الجلسات وأعداد الميزانية اللي صادق عليها والي الجهة وتركيز اللجان وتنفيذ قرارات المجلس البلدي وتمثيل البلدية في جميع الأعمال المدنية. بالوضوح البلدية توا في صلاحياتها اللي هي التقليدية اللي نعرفوها اللي هي إنجاز شبكات التصرف مثلا في المياه المستعملة ومياه الأمطار، هذه عند البلدية. لا لا, مقبل. لا 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 لوناس مياه الأمطار كاو عند البلدية. عند مياه الأمطار برك عند البلدية. مياه المستعملة عند لوناس. أحداث الأسواق البلدية صحيح بجميع أصنافها، إقامة التظاهرات التجارية وذلك الأنهج وتسميتها وكذا ولين تعبيد الأنهج والطرقات اللي في وسط المنطقة غير المراقمة غير المراقمة تنظيم التظاهرات الثقافية، الاهتمام بالحياة البيئية، هذوما من صلاحيات القديمة من قانون 75 بالنسبة للبلدية، وأيضا أنها تدفع لها الأداءات البلدية تدفع إلى البلدية وتدخل في مباشرة في ميزانية البلدية عن طريق وزارة وعندها نسبة من المال العمومي المشترك المالي. الاهتمام بالتهيئة العمرانية وتصرف في النفايات وجمعها، وهي صلاحيات إذن اللي القديمة اللي نعرفوها عند البلدية. شنو اللي تزاد البلدية جديد اليوم؟ معناها تقولوا لي راهو اليوم فما نحكيوا على ثورة مجال الجماعة المحلية باب 7 من الدستور، راهو ثورة. أنا كمواطن اليوم شنو نجم نستنى من بلديتي المنتخبة سيغاسي؟ هو سأقولون يلزمنا نوضحوا شيء، وتقولوا قانون الجماعات المحلية مش معناها بلدي، بلدي هي جزء من الجماعات المحلية، جماعة المحلية هي بلدية، هي جهة، هي أقاليم. مازال وذوما أنا مازلت في البلدية. لا ما المواطن يزمو يفهم، لأن اليوم أو باش نبدأ متفقين إن شاء الله 6 مايو نعملوا انتخابات تظهر نتائج، يقع تركيز المجالس البلدية، رأوا باش يقع تنفيذ جزء يسير من هذا القانون، خليني باش تبقى البلدية. ما هذا مو مربوط، خليني في البلدية، اللي باش نلقى روحي اليوم الجماعات المحلية اللي قلنا هي بلدية وجهة وأقاليم عندهم صلاحيات، فما صلاحيات ذاتية، فما صلاحيات مشتركة، فما صلاحيات منقولة. نحن سنبقى ربما في المرحلة الأولى في نطاق فقط الصلاحيات الذاتية،
وهي صلاحية التقليدية اللي كنت تذكر فيها، باش تضاف لها بعض الصلاحيات أخرى، عندها طابع اجتماعي وعندها طابع اقتصادي تنموي. ولكن شنو المبادئ الجديدة اللي يرتكز عليها اليوم هالسلطة المحلية؟ مبادئ جديدة هي أولا أن ما تخضعش لرقابة قبلية للسلطة المركزية اللي مثلها في الجهة السيد الوالي اللي كان قبل هو الفاتق الناطق واللي هو ينجم يوقف القرارات واللي هو معناها ما يسمحش وما يعطيش التأشيرة وما يعطيش المصادقة. اليوم أصبحت عنا بلدية مستقلة عن السلطة التنفيذية أو ممثل السلطة التنفيذية في الجهة، بمعنى التدبير الحر، بمعنى التدبير الحر. وهذه مبدأ من مبادئ جابها الدستور اللي كرس الاستقلالية متاع هالجماعات المحلية، هم جدا على مستوى القرارات وعلى مستوى هذا تصرف المال. اليوم تصرف ولكن عندها رقابة بعدية لدائرة المحاسبات مش للسيد الوالي. لا ما عادش هناك مصاريف، لا ما فهمش، لكن دائرة المحاسبات بعد واحد. اليوم زاد البلدية مش تحت رحمة السيد الوالي أنه ينجم يحل بلدية ولا يجمد بلدية وقت اللي يحب هو، لا، فما معناها حصانة اليوم البلدية إلا في حالات استثنائية وقت تعطل مرفق عام. لا هو بعد في تفاعل مثلا مع سي وليد، ما فهمش قانون وضعي اليوم مثالي. اليوم فما دستور قانون عادي، قانون جماعات محلية، قانون انتخابي. عند التفعيل وتطبيق ونكتشف الإخلالات والمشاكل ونعدلها، وبالتالي اليوم ما تنجمش تقول لي عنا قانون هذا راهو ناقص وفيه إخلالات. لا، هذا قانون، هو أفضل قانون نعملوه، ننطلق منه توكل على ربي، ثم بالزمن سنكتشف معناها إخلالاته وثغراته ونطالب معناها نصبح مطلوبين باش نعدلوه. اليوم البلدية يعني نقول لك في المرحلة الأولى هي ستمارس صلاحياتها التقليدية الذاتية، ربما فما جانب بالصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية، صلاحيات مشتركة هام جدا، عندها علاقة بالتهية العمرانية، عندها علاقة اليوم بإصلاح حتى المؤسسات التربوية والاستشفائية اليوم والطرقات. بالتالي فما مجالات رأي جديدة، والمجالات الجديدة هذه إيش يلزمها موارد جديدة. إذا كان السلطة المركزية نقلت تلك الصلاحيات إلى البلدية، كان هي مطالبة، لا مش مطالبة، باتفاقيات بالنص، لا بالنص. اليوم القانون إيش يقول في الصلاحيات المشتركة؟ كل مهمة تعطيها توظيفها للبلدية في نفس الوقت تحول لها الاعتمادات الضرورية باش تنجم هي تستجيب وتقوم بالمهمة هذيك. وبالتالي يزن الفرق سي غازي بين الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة، المنقولة بعد في مرحلة أخرى، وهي خلينا نفرقوا بين هذه وهذه. تعنى بجي تبني مثلا معهد، باش تبني مستوصف، باش تعمل طرقات، باش تعمل مرفق عمومي، معناها تستلزم معناها والسلطة المركزية تولي تعطيها الميزانية، معناها هي كانت تابعة للسلطة المركزية باش تحولها للسلطة البلدية. وبالتالي نحن باش نلقاو رانا مشهد جديد، ورانا باش ندخلوا في مرحلة جديدة. تونس ما عشتهاش، راهو هذه ما عشتهاش، نقول لك انا رانا مرحله جديده نوعيه باش ننتقلوا لها. بيسير شيء طبيعي الاطار القانوني هذا مش هو غير كافي، لابد انه البشر يتبع والناس اللي باش يقع انتخابهم زاد يجتهدوا ويبذلوا ويعملوا ويبذلوا باش نجموا يستجيبوا. باش ما ندخلوش، باش انا بصراحه رغبتي اليوم، رغبتي في الناس، العدد من الناس اللي يتفرجوا فينا، انه نفسروا لهم علاش لازمك تمشي تنتخب. راو هالانتخابات البلدية مهمة، علاش لازم تمشي؟ هاو شو بيش يتبدل؟ مش كي قبل، راو ما عادش كي قبل، فما حاجة جديدة سي حسين جزيري. إيه ثم حاجة جديدة، لأنه هو بيش يبدأ يبني المدينة الجديدة متاعه، هو يبناه مش يبنيها له واحد موجود في بلاد أخرى ما يعرفهاش. قبل يجي واحد في جهة متنفذة، جي واحد يجيبوه يسموه والي، هو مثلاً من زغوان يسموه والي على مدنين، وهو ما عمره يعرف جرجيس شنو فيها، كيفاش ينجم يعرف طرقات جرجيس، كيفاش يهيئها، يعرف الأولوية معناها هل هي إيكولوجية، الأولوية معناها اقتصادية، الأولوية حفظ على البحر، وتلقى ما عمره عام في البحر كيفاش باش يحكي على البحر، يحكي على الأمن زاد حتى بالمعنى العلاقة معناها مع بروكسيميتي مثلا مع الحدود، منطقه حدوديه نعطوها خصوصياتها. اللي من زغوان مش معناها ما يعامش في البحر، ولايه 20 مينوت من الحرمات. لا ما فهمتنيش انت، الوالي نقصد الوالي اللي يجي قبل يسموه ما يعرفش البلاصه هذيك ويبدا يحكم فيها، مدير عام في ادارته ويبدا في البيرو ويقرر على البلد. الان باش يصبح
أشخاص من الجهة هذيك منتخبين انتخاب معناها من المواطنين، وما قلناش المواطنين، قلنا المواطنين والمتساكنين اللي يسكن في الجهة هذيك وعنده مكان وعنده مصالح، عنده مسكن، عنده معمل، عنده عائلة، عنده كذا، عنده فلوس، عنده استثمار، عنده معمل، هو باش يولي المدينة هذيك ينميها. لأن تو التوانسة الكل تحبوا يعطوني شوية فلوس. أنا نقول لكم راهو التنمية اللي باش تقع للبلدية هي بالمقاربة التنموية الجديدة، هي بصناعة بإنتاج جديد، بثروة جديدة. كيفاش البلاصة هذيك؟ نعم بالملموس كيفاش؟ يعني مالي البلاد هذوكم اللي باش ننتخبوهم على ضوء البرامج الموجودة. الناس قلت علاش مشي باش ننتخب؟ باش يعرضوا لهم برامج أهل البلاد هذيك وباش يحاسبوهم على البرنامج هذاك. وهنا نشوفوا الآن لأول مرة في تاريخ تونس يقع معناها انتخابات على أساس بلدي وبرنامج بلدية مفصلة على أساس مشاريع لتنمية الجهات. اللي يقول مثلا في هاي كل مدينة معناها أي سياسة محلية للمدينة هذيك، شنو هو يقترح في البلاصة هذه، شنو هو يقترح الأولوية هذه، وعلى أساس هذاك باش ينتخبوا والناس باش يشوفوا أنه البرنامج الأفضل ليه باش يصوت له. ولهذا ما عادش باش يصوت على أساس انتماء فقط حزبي، باش يصوت جزء. أرجع لي يا سي حسين، خاطر أنا نحب نفهم هل 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 هالصلاحيات الجديدة هذه، هالمجلة الكبيرة هذه اللي تعطي للبلدية صلاحيات، شنو أنا باش يتبدل أبار النظافة والتنوير اللي أنا انتخبت واحد وباش نراقبه من بعد، والتنوير وشوية الكياسات والحفر وكذا وما نعرف شنو منين، والكلاب السائبة منين، وكان نعمل لي منطقة خضراء ومنقالة في داخل البلاد ونضمن السوق البلدي والمسلخ البلدي وكذا، هذو معروفين كانوا يتعاملوا بالخايب ولا بالباهي، كانوا يتعاملوا فهم بلديات متميزة. اليوم ما لازم نقولوها فهم بلديات أمورها تعبة. اليوم شو مش يتبدل؟ والبلدية اللي عندها مليارات ميزانية شو مش تصير فيها؟ كيفاش مش تبدل؟ فهموني. خليني نحكي معز بعد. شنو مش تبدل؟ احنا من جمعية كلنا تونس وطيف كبير من المجتمع المدني، علاش كنا رافضين ان نمشيو الانتخابات البلدية بقانون 75؟ ثم مبدأ مهم ومهم جدا حكيوا عليه سيرتو سي غازي، اللي هو الرقابة البعدية. كان قعدنا بقانون 75 تنجم تحكي في برنامجك الانتخابي اللي تحب، كان ما يأشر لكش الوالي على القرارات متاعك ما تصبحش قرارات نافذة، تنجم تعمل حتى شيء. النقطة هذه برك ثورة تشريعية، معناتها البلدية في صلاحياتها هي عندها الاستقلالية التامة لممارسة صلاحياتها. معناتها المواطن اللي باش تنتخبهم، المجموعة اللي باش تنتخب على اسم الزمجة هي اللي باش تطبق البرنامج. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كي نحكيو على الصلاحيات، اليوم في الصباح أنت يظهر لي سألت السيد الوزير شؤون المحلية خمسة أسئلة ولا ستة أسئلة تنجمش تعملهم البلدية، قال لك ليه ما تنجمش تعملهم. نذكر اللي خاطر هذه الخطوة الأولانية. اليوم في نسبة تأطير 11% في البلديات، في الميزانية متى البلديات مقارنة بميزانية الدولة 3%، ما كناش ننجمو، وكنا هذايا شيء احنا محمود قلنا ما ننجموش نزيدوا صلاحيات ذاتية للبلديات مقارنة بالموارد اللي عندها. لكن شنو تزاد في الصلاحيات؟ الصلاحيات المشتركة. والصلاحيات المشتركة ينجم المجلس البلدي يبدأ يمارسها من غدوة الانتخابات. معناتها أنا اليوم انتخبني مجلس بلدي، وزارة التربية عاملة برنامج متاع صيانة متاع المدرسة متاع البلدية متاعي، نجم نسألها ونقولها الصلاحية هذه ما عادش صلاحية متاعك وحدك، أنا صلاحية مشتركة أنا معك، هات نحطوا برنامج مع بعضنا، أنت شنو باش تعمل وأنا مش نعمل في صيانة المدرسة ولا صيانة المستشفى هذه. هذه بالنسبة للصلاحيات المشتركة. الصلاحيات المنقولة صحيح نجم تستنى، خاطر هي صلاحية متاع وزارة متاع وزارة متاع السلطة المركزية، وزارة الصحة باش تبني مستشفى. وزارة الصحة عندها ان بيجي باش تبني مستشفى في بلدية معينة، هي الصلاحية متاع وزارة الصحة. لكن بالاتفاق مع البلدية هذيك تنجم الصلاحية تنقل للبلدية والبلدية تقوم ببناء المستشفى. شنو ينجر عنه هذايا؟ ينجر انه الميزانية هذه اللي كانت متاع بناء المستشفى مش تتصب للبلدية، والبلدية هي ستشرف على بناية المستشفى هذاك. يقول القائل علاش؟ سبب وحيد، انه نراو هذيك سلطة القرب، هذيك السلطة اللي تنجم تراقب كيفية بناء المستشفى هذيك، وهذيك السلطة اللي حاضرة على عين المكان وتنجم تشوف وتراقب المشروع هذايا. هذايا اللي تغير في مجال الصلاحيات. خاطر اليوم ناخذ مثال، الله لا يقدر وصارت يتيح سقف ولا حيط في مدرسة معينة على طفل صغير، نقول اللطف على ولادكم الكل، انت كولي تمشي البلدية اللي اقرب سلطة ليك موجودة تقول له كيف ما قمتوش بصيانة وشنو هي المشكلة اللي صارت هذه، يقول لك خويا ما عندي حتى دخل،
برا هيك وزاره التربيه برا تفاهم معاهم المحل. اليوم بويسكو الصلاحيه مشتركه، البلديه عندها دور وباش تكون تمارس الصيانه بطريقه مشتركه. هل يختلف معك وليد وني رجعك؟ سامحني نعطيك انا نحاول لك بالنسبه للصلاحيات المشتركه. وقتاش تدخل البلديه في القانون الجديد؟ وقت اللي تبدا فما برنامج، فما مشروع عملته وزاره التربيه او وزاره الصحه في المنطقه البلديه، وقتها مجبوره الوزاره باش تتعامل مع البلديه. اما اذا كان ما تنجمش البلديه، وزاره التربيه عندها مثال باش تبني مستشفى، ولا تقولها لا ما تبنيش في المستشفى هنا. مش نحكي على البناء، نحكي على الصيانه. ولا انا قلت نقطه ولا لا لا سيانة. حتى الصيانه، صيانه حتى الصيانه اذا كان وزاره التربيه ما عندهاش برنامج لصيانه المؤسسات. اذا كان وزاره التربيه ما عندهاش ميزانيه باش تخصصها لصيانه مدارس في منطقه بلديه معينه، ما تنجمش البلديه او القوائم اليوم المنتخبه اللي تقول انا في المجال في مجال الصحه او في المدارس او في عديد المجالات الاخرى، ما تنجمش الفلاحه في كذا في الفلاحه وفي سينافورد. نتفاعل معك جوست دقيقه نكمل لك. انا كان هي ما عندهاش ام بيجي، وانا كبلديه يكون عندي ام بيجي، عندي الحق ندخل ولا ما عنديش حق ندخل؟ صحيح. لا 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 سامحني، لا مش هذاك اش قال، مش كيف حسين. انا شو نقول لك؟ نقول لك شنو هو اللي تبدل اليوم في البلديات؟ ما فما حد شيء يتبدل الا الرقابه واللي كانت قبليه ولات رقابه بعديه، هذا واحد. اثنين، الانتدابات مشكل كبير في البلديات اليوم. كل بلدية نسبة التأطير نسبة التأطير ضعيفة برشا. اليوم فما مناظرة متاع مهندسين على مستوى وزارة شؤون المحلية والبيئة قاعدة يجي عام عندها عام. وقت اللي اليوم كل بلدية وقت اللي عندها شروط تستجيب لشروط معينة متاع الانتداب تنجم تمشي تعمل انتدابات على مستوى مقنن واضح. 50% يظهر لي الميزانية نتاعها سامحني 50% 50% نسبة 50% من تيتر اي تيتر اي لا من تيتر اي. اذا كان اثنين، مراقب المصاريف اللي يلزمك مطالب كل مشروع باش تهزوا المراقب المصاريف على مستوى الولايه، ما فماش الرقابه هذيك، فما محاسب البلديه هو اللي القرار. اي مشروع من اللي قلت عليهم انت في مجالات البلديه نجم تبرمج، المجلس البلدي حر في يبرمج وين يحب من غير ما ينتظر تاشيره سيد الوالي او تاشيره اي كان. لكن فما اعتراضات، فما تشاركيه، نجم تمشي المحكمه الاداريه. نجم بلديه تعمل منطقه صناعيه؟ لا، البلديه تنجم تعمل منطقه صناعيه حتى بالتشاور مع وزاره الصناعه وفي البلون داميناجمون. صحيح، تبع البلون داميناجمون. تبع البلون داميناجمون. ما تنجمش هي ما تنجمش. اثنين، ما تنجمش خلينا نوضح للتوانسه أمهم. ما تنجمش تبني مدرسه. ما تنجمش تبني مستوصف. ما تنجمش تجهز مستوصف. هذه صلاحيات منقوله. موجودة لانه اللامركزيه باش تطبق على 9 سنوات. في المرحله الاولى، في المرحله هذه ما تنجمش البلديه باش تبني المستوصف، ما تنجمش البلديه باش تبني ملعب او ملعب بلدي. مش مشكله معناها المنقوله. نحكي في الفتره الاولى شو سيوني بالله منقوله. اذا كان وزاره مثلا باش تبني مستوصف، وزاره الصحه تقول مانيش باش ننقل الصلاحيات البلديه الفلانيه باش تبني المستوصف بنيه وحدي، حتى ما يفرض عليها، حتى شيء ما يمنع. المفروض يلزم تتفاعل مع البلديه وتعطيها الامكانيه. لكن اذا كان وزاره الصحه ماهيش مبرمجه مثال مستوصف في منطقه معينه او تجهز مستوصف في منطقه معينه، هذا اللي نحكيو عليه. اذا كان وزاره ما تنجمش البلديه تبرمج اليوم تبني مدرسه، واضح ما تنجمش البلديه اليوم تبرمج بالجهه المستوصف شيء باش تبرمج. سي وسام اليوم نحكي لك اليوم في الصلاحيات هذه. سي وسام في الصلاحيات المنقوله نحكيو على مشاريع مبرمجه. نحكيو كان وزاره الصحه اليوم عندها مشروع تحب تعمل وتحب تنقلو، تنجم تنقلو. مشروع مبرمج تنجم ما تنقلوش، تنجم ما تنقلوش. اما خليني نقول لا باش نوضح حاجه مهمه. اما في قائمه بلديه مترشح تقول انا باش نبني مستوصف او باش نبني كذا، ما تنجمش. واضح، والقانون ما يسمح لهاش. واضح ولا لا ما تفهمش. انا نحب الوصف. انا كي نشوف البرامج سي وليد، كي نشوف البرامج اليوم ندوخ. لا في البرامج يدخل مستوصف باش يناقش مع الوزاره، يناقش ما يقول لا اذا يقول احداث. شكرا يا حسين، يقول احداث. شكرا. ما تنجمش القانون يمنعه. لا يناقش مع الوزاره، يناقش اما يقول شكرا. ما احداث يقول لان البلاصه ما فيهاش مستوصف شنو يخليها تموت الناس. شكرا. ما نجمش هو يبرمجها. سي وسام تكلم، ما نجمش يخسرها ميزانيه يا حسين. سي وليد، سي وليد تفضل. الله يبارك لك على 5 سنوات. تفضل. الله يبارك لك. تفضل. هو راهو والله وليد هذا الليله. احنا مش مختلفين برشا، راهو بوكسير يا صاحبي. احنا مش مختلفين، بنحب بيداغوجيا نفسروا التوازن، بنحب التفسير، ونحب انا نفهم حتى انا بيدي برشا حاجه نسمعهم.
ثلاثة صلاحيات تعاونوا. طلعوا التوانسة كل ما يشاهدوا. خالي يتكلم عاد سي وليد. طلعوا التوانسة كل ما يشاهدوا كيما قال حسين. خالي نفسروا ولا خلي نسمعوا سي وسام سي وليد. قاعدين يفهموا التوانسة ويتعلموا. لا على حسب بكر خالي ماناش فاهمين. يتعلموا في الديمقراطية وبكر يعمل في منهجية. منهجية بالإيحاء. سي وليد الله يبارك لك. تفضل سي وسام سعيد. عمتي طلعت خاطس في الحكم المحلي. سي حسين يرحم والديك. بيانفينيو. تفضل سي وسام سعيد. شوف هو راهو أول ساعة هو خطوة تعدينا. مازال ما اكتملتش البناء الى نهايتها باش تبدا تطبق على مراحل، لكن ديما الاساسي والجوهري انت بكري تعرضت لحكايه ما تضمنته عديد البيانات من في علاقه بال انا البيانات البرامج الانتخابيه. احنا في ثلاثه اختصاصات اللي موجوده بالقانون هذه لانه ماهيش مطروحه راهي زاده غدا باش تتصور روحك انت في حاله حرب بين البلديه وبين وزاره الصحه ووزاره الصناعه مثلا او بين البلديه وبين وزاره التربيه، هو حاله من التفاعل. لكن الفرق فين باش يولي؟ بالقانون الجديد فين باش يولي؟ باش يولي هو المقترحات ما عادش باش تولي هيبه ومزيه من عند السلطه المركزيه، اليوم تنجم تجي البلديه تتقدم هي انطلاقا من دراستها هي اللي تحدد مش تحددها تحدد هي وحد تحدد الحاجات نتاعها. اليوم تقول لك انا راهو بالتشاور مع السكان انا راني محتاج زوز مدارس جدد وتتعدى تتفاعل مع وزاره التربيه. وزاره التربيه راهي مش دوله شقيقه معنا ولا دوله اخرى، راهي لهنا مرتبطين لانه اللي يعني الكل هو التنميه في تلك المنطقه. وبالتالي انا نعتبر انه راهو ارقى ما انجو القانون هذا في حاجه اساسيه اللي هي الانتقال المواطن من المواطن اللي صوت دي سلطة معينة إلى المواطن الذي سيكون شريك في اتخاذ القرار، خاطر بخلاف المجلس البلدي، هناك أيضا الانستوس بتاع الجلسات العامة اللي عندها سلطات تقديرية والجلسة العامة ذيك اللي تنعقد وهي اللي هي مفتوحة لكل المواطنين وفي داخلها يتم التقييم بتاع المجلس البلدي، يتم حتى البلوكاج بتاع المجلس البلدي، ويتم أيضا تقديم المقترحات والتصويت، ووقت المجلس البلدي يولي ملزم، دوك هذا التقدم اللي حطيناه، أيضا سياسة الدورية. أكثر من حتى سي وسام معناتها آلية الديمقراطية التشاركية معناتها لا معناتها راني مش ديما عاقر غير ليلة بالذات جيت قلت خلوه قاعد عاقل مش ديما عاقر تفضل تفضل أكثر واحد يفك الكلمة هو وأكثر واحد أقعد عاقل من اللي دخلت أنت تونس وليت عاقل أنت وسام طبعا هذيك من فضائل المدير التنفيذي يا سيدي هذيك من فضائل المدير التنفيذي ماهيش لا قلت لك أنا من اللي دخلت أنت تونس وليت عاقل تفضل دوك مستقل تحب تواصل ما تحبش لا نحب نواصل تواصل تفضل قلنا خذ وقتك بالطبيعة يعطيك صحة. دونك اليوم انا ما نعتقدش انه راهو حتى لانه حتى الخلافات المفترضة حتى في علاقة بالاختصاصات المنقولة ماهيش باش تكون نهار اخر معناها هي باش تكون محل جدال لانه لا اتصور انه ثم علاقة تسلطية او علاقة تعنت بين سلطة الاشراف وبين البلديات. الاهم الكل هو اليد المطلوقة التي اطلقت للمجلس البلدي تحت رقابة ايضا الجلسة العامة اللي هي متاع المواطنين في التصرف بكل حرية في الموارد اللي مازال ناقصها وهاي الإشكاليات فين وهذا اللي مقلقني أنا مش لأنه المشروع نعتبره معناها القانون اللي بجد هو حلو أنا مقلقتني حاجة أنا عندي تروب الجيتار في الدولة عندي لأن اليوم عندي ثقب في ميزانية الدولة ولازم نغطيه وعندي بلديات محدثة الإمكانيات متاعها والمداخيل متاعها معدمة هذه بلديات تعرف باش تكون مدرجلول باش تحكم عليها مدرجلول انها باش تكون بلديات ذات حاجه خصوصيه. دونك لهنا هذه تدخل الاوامر التطبيقيه وتدخل السلطه المركزيه لتدعيمها باش ما تنطلقش على الرجاء من النهار الاول. انا مشيت البلديه كما اليوم في السلوكيه معناها كان باش تقول لي التدبير الحر من النهار الاولاني ما عنده حتى شيء في التدبير الحر. ما عندوش تراكتور. ما عنده نقول لك حاجه اليوم انا بدخت لانه بلديه ايش فيها؟ عندك خمسه حياه كبيره. غير ما تسمي حتى بلديه. غير خمسه حياه كبيره، لا خمسه حياه كبيره وش عندهم؟ عندهم تراكتور، كل تراكتور يجي يتعدى نهار باش يهز لك الزبله، يعني كل حي في الجمعه تتهز له الزبله مره واحده. مش من تدبير حر هذه لابد من التو مازلنا لان المسار ما اكتملش هذاك علاش نبقوا ديما محتاجين الى تدخل الدوله المركزيه ونرجع لهنا هذيك فين كانت المقاربه بتاع نداء تونس تدرجيا في اتجاه انه ننطلقوا من اولا الساعه تكريس
البند السابع، الباب السابع من الدستور لأنه ما فيش نقاش، تكريس توسيع المشاركة الديمقراطية لأنه ما فيش نقاش، لكن أيضا أنه راو يجب أن يكون هناك جرعات في التنفيذ حتى نصل للهدف النهائي. سمعنا سي وسام كلكم متفقين أنه فما حاجة باش تتغير، أن نقدمي معارضة ومستقلين ومجتمع مدني كلكم متفقين وفما شيء باش يتغير في الانتخابات، بالانتخابات البلدية هذه معناها الاتفاق عام، فماش فما حتى حد قليل مختلف معك. باهي، فما زوز أسئلة. مداخيل البلدية شو تقول المجال المداخيل؟ هل أنا اليوم أنا بلدية متوسط المداخيل نعمل زوز مليارات ولا ثلاثة مليارات؟ هذاك حتى كي نستخلص كل المداخيل معناها كل الزبلة والخروبة الكل زوز ثلاثة مليار دويت، منين نجم ننمي المداخيل متاعي، نزيد في المداخيل متاعي باش نجم نعمل استثمارات؟ سؤال اثنين، باش نحكي على رؤساء المجالس المحلية ومسألة التفرغ هذية، ثم التوأمة مع بلديات أجنبية، ثلاثة نقاط نرجع لهم بعد قليل بعد هذا الفاصل القصير.